خيرك تبو يا رفق. ازاي رفق النهارده؟ شد حيلك يا ربيع. ما بيردش على حد. اعملي معه، تعالي معي، يمكن تقدري تخرجيه من وحدته. بابا انت زعلان ليه يا بابا؟ انا خلاص خفيت، بمشي على رجليا، بلعب مع اولاد كتير. انا مبسوط هنا قوي يا بابا مع اصحابي، لكن انا شايف عندكم اولاد كتير بتعذبوا، مش لاقيين تخففوا ولا يصرفوا. اصرف عليهم انت يا بابا، والنبي خففهم انت يا بابا، وانت اعمل ابوهم عشان ربنا يحبك، يحبني انا كمان. الحقيقه مره يا ربيع، لو كانوا اغنيائنا اللي بيضيعوا فلوسهم في الخمره وفي القمار بيمدوا لنا يد المساعده كان ممكن نقاوم، لكن مع الاسف اغنيائنا فقراء جدا في فعل الخير. عايز اعيش فيها. سايبني ليه يا رب؟ سايبني ليه؟ ربيع حرام يا ربيع، ما تقولش ليه يا رب، قول سامحني يا رب. كان عندنا ولد وربنا اختار، هنعمل ايه؟ ربنا جاب وربنا اخذ وربنا عليه العون. ليه؟ ليه ما خدنيش انا؟ سايبني ليه؟ ليه؟ ما تعترضش على حب الله. فيه اولاد كتير بيتولدوا في الشارع ويموتوا في الشارع من غير ما يشعر بيهم حد، محرومين من عطف الام وحنان الاب. اسعدهم واخدمهم في شخص ابنك رزق يا ربيع. سمعت الكلام ده فين؟ الفلوس دي ما بقالهاش لزوم عندي. اتفضلي اعملي بيهم مباره كبيره، هاتي المعدات الناقصه اللي لو كانت موجوده ما كانش ابن رزق مات. مش عايز اشوف ابن عيان ولا محروم. انا شاعر بالغلابه دول اكتر من اي واحد تاني. الفلوس دي مش كفايه، ما يهمكيش، انا هجيب لك فلوس، هجيب لك فلوس كتير، فلوس فلوس.